أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا يا شيخ. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. ورحب بكم مشاهدينا، وتوقع منكم مشاركتكم عبر الهاتف من خلال الرقم الذي سيظهر بين الحين والآخر على الشاشة. الحلقة الفاتت مشاهدينا الكرام تحدثنا عن موضوع مهم جدا، وهو علم الفرائض والمواريث، وكان بحاجة إلى مزيد من التفصيل في هذا الموضوع المهم جدا في حياتنا اليومية. واليوم سنواصل الحديث في هذا الموضوع. أرحب بك شيخنا في هذا اللقاء من جديد. نحن حقيقة بدينا الموضوع ومحتاجين فيه لتفصيل أكثر، لأنه هو علم فعلا عريض وواسع. نحتاج أن نذكر الناس بأهمية هذا العلم. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلم الماريسي اسمه علم الفرائض، وهو أهم علم وأصعب علم، لأن ربنا تبارك وتعالى يعني وزع الميراث بذات بنفسه العلية في ثلاثة آيات في القرآن، الآية رقم 11 و 12 و 176 من سورة النساء. نعم. في الثلاثة آيات دي، والثلاثة آيات دي المعظم من الآيات الطويلة متوسطات، لكن أي زول عنده رصيد في الميراث مذكور في الثلاثة آيات دي. بعدين جاء الوعيد الشديد والتحذير الشديد للزول اللي بيحرم أخوه من الميراث أو يزوده أو ينقصه. نعم. في الآية رقم 14 قال تعالى: وما يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولذلك العلماء، كل العلماء المفسرين والفقهاء وعلماء الحديث، حذروا تحذير شديد: يا مسلم، ما تنقص أخوك المستحق من نصيبه الميراث، ولا زوده ولا تنقص. ثلاثة حيات: ما تزوده، ما تنقص، ما تحرم. نعم. طيب، نحن يمكن يكون دي الإشارات عامة لهذا العلم وأهميته، والناس كيف يهتموا به ويخافوا الله في هذه المسألة. من هم أصحاب الفروض؟ أصحاب الفروض من الرجال، هم طبعا أصحاب الفروض، معنا أصحاب الفروض يعني الناس اللي عندهم حق معين في القرآن. أي في عندنا والحي أصحاب الفروض من الرجال: الأب، الجد الصحيح، أبو الأبو، الأخ لأم، الزوج، دل عندهم نصيب معين في القرآن، يا الربع، التلت، السدس، وهكذا. الجد الصحيح ده قصدي مشنو؟ الجد الصحيح، الجد الصحيح معنى أبو الأبو. وفي جد الفاسد، أبو الأم. أي بدأ جد الصحيح أبو الأبو، بعدك الأخ لأم، الزوج. الأربعة ديل أصحاب الفروض عندهم نصيب محدد في الميراث. الزوجة عندها نصيب الربع، مرات الثمن، بعدينك الأم عندها مرات السدس، مرات التلت، وهكذا. الجد الصحيح معناته السدس، الأب مرة تكون السدس، مرة تكون المال كله، وهكذا. ديل أصحاب الفروض من الرجال. أما أصحاب الفروض من النساء، اللي هي المرأة اللي عندها نصيب محدد في القرآن، اللي هي أول حاجة الزوجة، البنت، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، بنت الإبن، الأم، الجدة الصحيحة، أم الأم. دي كل واحدة فيهم عنده النصيب. الزوجة مرات نصيبها يكون التمن، مرات يكون الربع. البنت كذلك، الأخت الشقيقة مرات تكون عصبة، وهكذا. دي اللي عنده نصيب محدد في القرآن. اللي نعيد تاني. نعم. من الرجال: الأب، الجد الصحيح، أبو الأبو، الأخ لأم، الزوج. من النساء: الزوجة، البنت، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، بنت الابن، الام، الجده الصحيحه اللي هي ام الام. طيب، ده طبعا هو موضوع حسابي، بيحتاج لانه كل ما تحصل حاجه الناس بيختلفوا، ما كل الناس بيساووا في المساله. هي عمليه حسابيه، بعد كده التفاصيل بقى كل واحد نصيبه مبين وكده، لكن دي جمله يعني. نعم. طبعا اي زول يمكن يكون بيتابعنا الان بيفتكر انه عنده نصيبه، لكن حسب الحاله ذاتها. تقديره بيكون حسب شنو موجوده مشكوره. نعم. مرات تكون كده، مرات كده. لكن المهم يا شيخنا انه مساله الناس يهتموا بالميراث في نفسه، وكيف الناس يكونوا عادلين في الوصي. يعني الناس بيوصوا، ما هو يعني مساله العدل في الوصيه واهميتها، وثواب من يعدل في الوصيه.
الوصية اللي هي لازم انه مثلا يوصي ولاده، او الحاجة على العدل في الوصية، مش كده مكتوب؟ ايوه العدل في الوصية ان زول يوصي ولاده بتقوى الله، يوصيهم بتقوى الله، بطاعة الله، بانه يكونوا متعاونين متآخين، ما يحصل خلاف بيناتهم ولا تناحر. بعدك يبين لهم ممتلكاتنا، عندي ارض في الحتة الفلانية، عندي بيت في الحتة الفلانية، عندي قطعة ارض، عندي اسهم، عندي سندات في البنك، عندي كده، عندي ديون كده، علي ديون كده، دائما وصيته دي يجدد من وقت لآخر، لأنه لما يموت عشان يقول الحكاية دي جاهزة. بعدينك ما يوصي لواحد من الوراث، أي يخليهم كده حالا على ربهم كده، يأخذوا كل واحد نصيبه، ما يقول وصي ولدي لما يموت تدوه كده وتخلوه كده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني لابو ما يقول أنا لما أموت والدي الفلان تدو كده وده تدو كده، لا خليها على حسب ما جاء في كتاب الله. يبقى الوصي يوصي أولاده، كمان ما يوصي أكثر من التلت، دار يوصي يوصي في حدود التلت، تلت التركة. أي لو وصي أكثر من التلت ممنوع. وصى أولاده، وبعدك لغاية كده لما يجي عند الموت إن شاء الله ربنا يختم له بختمة السعادة. لذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعيش 70 سنة، فإذا وصى عدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. يا سلام، ده الوصية العدل، عدل في الوصية. ما تنقص دول من أخوان من نصيبه في الميراث، ما تزودوه، ما تحرموه، وأخوات كنت دون حقهن، يوصي كده، ده عدل في الوصية. وقام نفذ وصيته دي، ما ظلم زول، ما نقص زول، ما حرم زول، نفذ وصية بابوهن العدل دي، أبوه يدخل الجنة وأم كمان يدخل معه الجنة. ولذلك ما قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. دمنه الوصى أولاده بتقوى الله وبطاعة الله بالتعاون والإخاء وصلة الرحم، ووصاهم عندي ممتلكاتي كدي. يا أولاد ما تحرموا أي ذن من نصيبه في الميراث، ما تزودوه، ما تنقصوا حسب ما جاء في كتاب الله. أخواتكم ما تحرموا من حق في الميراث، ده وصى، ده حتى ولو كان في أعماله ما كان السمحة، ربنا بوصيته السمحة دي اختم له بخير عمل يدخل الجنة. ما شاء الله. نعيد الحديث تاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الرجل يعيش 70 سنة فإذا أوصى عدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. وأبو هريرة قال أقرأ أقوله تعالى، قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. كلام ده اللي يمنه زول بيوصي وصي، نيل زول البيور في الوصية. أيوه. يقوم أول حاجة يقول ولدي الفلاني دعا ما تدو نصيب في الميراث. أي البنات تدون قدر الولاد، أي الذكر مثل حظ الزين ده تخلوه، الولاد وليد تأخذ قدر نصيب الولد. أو يوصي أكثر من التلد، أو يوصي بحرمان واحد من الوراث. هذا وصى بكدي يختم له بشر عمله، كما جعلنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بالعمل الصالح 70 سنة فيوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. قال أبو هريرة أقرأ إن شئتم، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى خلاصة الكلام الآيات والحديث ده يا أخوانا، أي زول عندك يعني ما تحرم زول من نصيبه في الميراث، ما تزوده ما تنقصه، كن عادل في وصيتك وعادل في كده، إن شاء الله ربنا يخدم لك بخدمة الساعة. نعم بالتوفيق إن شاء الله. الناس اللي بيسمعونا، لكن أنا عندي ملاحظة يا شيخنا، ما شاء الله في السودان معروف التجار دائما بيشغلوا معنا أولادهم. أيوة التجار دي لك تبقى عندنا الأموال. أيوة. يكون في واحد من المقربين يعني، واحد يكون قريب من أبوه وعارف الأسار عارف التفاصيل. أيوة. وفي ناس ثاني يكونوا بيقروا يكونوا برا البلد كلام وكذا. صح. المسائل دي مرات الأبو ما بيكون خاتي راتب معين للابن ده. أيوة. أصبح بيكون شنو المال
حق الأبو باسم الأبو باسم الأبو أيوة. وده شغال معاه شغال يفرغ نفسه ليه هاي قاعد تحصل برضه هذه كيف حلوها يقول الحالة دي المطلوبة الأبو ما دام الولد ده شغال معاه في الدكان ويبيع يشتري يجعل له نصيب يجعل له ربح في الدكان يا سدس في الدكان يجعل له يعني نصيب في الدكان لازم يثبت الكلام يشاركه في الربح والخسارة بعد ذاك لما يتوفى والأبو يكتب الكلام ده ولدي فلان شغال معاي ده أنا اديته تنزلت له من ربع الرأس المال مقابل خدمته رأس مقابل ما خدمته معايا في الحالة دي المرحوم توفى اللي بتوفى لما يحصل التركة يطلع الربع حق الولد ده بعد ذاك الباقي ذاك يدخل الورثة نطلب اللبو ما يحرم ولده وكذا برضو مرات كمان اللبو يكون ولا شغال موظف لكن قاعد مع أبوه في البيت يوده من الدكتور يجيبه من الدكتور وناس كبروا والولاد التانيين مغتربين أهل الولد ده دا اللبو ده داري يبر الولد ده يدي قطعة الأرض في الحتة الفلانية أو يديه الدكان في الحتة الفلانية في الحالة دي ما يقوم يسجل له طوال يضرب تلفون لأولاد يا أولاد أنتوا بعيدين من أو أخوكم ده شغال معاه يود أم الدكتور يجيبه من الدكتور ويعالجنا وتعبان معانا أنا دار أسجل له قطعة الأرض في المكان الفلاني عشان يبنيها يسكن ولاده أي دار أهيبه له دايركم كلكم أنتم موافقين أي ظاهر من الباطن أي ما في واحد يكون في قلبه شيء اتفقنا أي اتفقنا يقوم يسجل ويكتب الكلام ده موافقته دي يسجله ويكتبه عشان بعدك ما ينكره أي لكن لو قالوا لا أبوي نحن قاعد نرسل لك مصاريف وبيخدمك ويديك الدكتور لكن انت المصاريف اللي تمشي بالدكتور دي منه ما نرسل لك خلينا خليها كده يخليهم كده ما يخالفوا يعني يعني بيرضى ولاده عشان ما يصير بالضغينه بيناته لانه لو قام سجل بدون مشاورته هيجي بعدين يقول ابونا سمعنا الداه ابونا ما ابونا ويحصل مشاكل يبقى الابو يحرص كل الحرص ان ولاده دي بعد يعيشوا في مودة ومحبة هذه اهم شيء ان شاء الله ربنا يوفق الناس دائما لحل المشاكل لانه اغلب المواريث دي الناس بيكون مختلفين في بعض الاشياء البسيطه الدنيويه كلها يعني لانه هي يعني ما لقاك بدون تعب عد زول على قريبك حقه شيل حقه لكن الطمع بتاع الدنيا لكن الاخطر من كده يا شيخنا انه يعني تقسيم المواريث ده بيودي لقطيعه الرحم ما زي في قطيعه الرحم لانه في كثير من الاسئله بتجينا الابو مات وعنده تركه البنات متزوجات لما يجي نطالب من حقهم من حق ابوه من نصيب ورثه ابوهن اخوانا نزحل منهم يخاصموه كيف تطلب مني انت متزوجات نديك مال ابونا عشان تصرفوا علي ازواجكم مال ابونا تصرفوا علي ازواجكم ما بدهم ودي حق كثير بتجينا اسئله بالطريقه ودول بيعتمدوا على شنو في كلامه ده يعني ما كلامه غلط بس تطمع الدنيا ساكت انت مالك هي عندها نصيب ربنا حدده في القران موجود ادي حق نفس كلام الله خالفت حرمت اختك دي من نصيب لأن طبق عليك الآية 14 ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها شوف الخلود للكافر دائما الخلود في القرآن للكافر أما المسلم يأخذ جزاء في النار يطلع يدخل الجنة لكن شوف الميراث ربنا ذكر الخلود يعني بعيد شديد جدا يعني معناته حتى الولد كمات موحد حيقعد ملايين السنين في جهنم بعدك يطلع في ناس ورد في الأحاديث في زول يقعد في جهنم قدر عمر الدنيا عمر الدنيا كم؟ مليار سنة يقعد مليار سنة في جهنم بعدك يطلع المليار يطلع بتاية هاي لك والزول السعيد العاقل يحرص كل الحرص إنه ما يمشي لنا عن جهنم يؤدي حق الله وحقوق عباد الله زي ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري قال رجل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم شوف أربع حياة نعم. تعمل انتنية بنات تدخل إيان وقطيعة الرحم تحصل بسبب المواريث والحاجات ودي حاصلة كثير يعني طيب عندنا برضو أمثلة كده يعني مثلا في الزراعة نحن عارفين الناس في السودان بيكونوا يعني الأراضي الزراعية دي ما بقسموها بسرعة وفي ناس بيزرعوها بيستفيدوا منها صحيح كيف الناس يستفيدوا يعني يوزعوا الثمار دي في ميناس ده هو سؤال مهم جدا خاصة عندنا في الشمالية زول يكون زرع له نخيل النخل بتعيش 100 سنة عنده نخيل وراح للدار الآخر وترك النخل لأولاده المطلوب في ولاد مغتربين ولاد موجودين المطلوب كل سنة الزول اللي قاعد في البلد يجمع التمر بتعبوده كله ويعبي في الشوالات يقوم يطلع نصيب كل زول من اخوانه
ولا حيدفع حق القفاز حق الضرائب حق كده. بعد ذاك الصافي يقوم يطلع يقسم كباريس يا يضرب تليفون لأخو في السويد في النرويج يضرب التليفون يا أخي سلامات حباب نصيبك من تمر أبوك الورسة طلع عليك شوالين طلع لك 5 شوالات نبيع اللي رسل لك قروشين نعم نتصرف فيهم كيف يقوم يقول له بيعوهم رسلوا قروشهم بوعيهم ودوهم قسموا للمساكين عافيتوا ليكم هذا خلاص أخذ حقه أي ما نقول أختنا دي من زوجها لراجل ملياردير تودي شنو في 5 شوال التمر لأن نديها حقه إن شاء الله طاسي واحد نديها حقه لازم تكون عارفة حقه أنت عارفة حقه ونديها حقه دي في البيع هنا كذلك برضو إذا كان في عندنا أبونا عنده عمارة مؤجرة شبك مؤجر أيوه. برضو الإيجار بتاع الشقة بتاع العمار نجمع نقسم كل زول في الإيجار المؤجرين العمارة دي بمليار كل يوم الشهر نقسم المليار ده كل يوم نحط أخواننا نرسل له حقه دي بالطريقة دي يكون أدينا حق أخواننا في الميراث ونجينا من الوعيد الشديد وربنا يدينا الثواب العظيم. طيب نحن دارين برضو نرشد الناس اللي بيتعصبوا في مسألة عدم إعطاء أصحاب المواريث حقهم وجزاهم شنو؟ طبعا الدولة بيأدى حق أخوه يكون نفذ أمر الله ربنا تبارك وتعالى شوف الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس شوف هنا ده نصيب اللم مرات يوصل السدس مرات التلي وما نظر لنا مثال أيوه. شاب ما متزوج يتوفى أيوه. بعد يكون موجودين هو ما متزوج أيوه. في الحالة دي الولد ده عنده مال المال ده الأبو يأخذ التلتين اللم تأخذ التلت الولد ده عنده أخوان أيوه. عنده أخوان أيوه. نصيب اللم من التلت تنقص السدس عشان الأبو بربي يأخذ الباقي ده كله أيوه. اللم تأخذ السدس يعني عدالة في منتهى الدقة سبحان الله سبحانه وتعالى يعني لو زول يقرأ آية الميراث وتوزيع الميراث في القرآن وفي السنة يعني تشوف عجائب قدرة ربنا ودقة توزيع ربنا وحكمة سبحانه وتعالى الله. طيب ده بقودني لسؤال يعني برضو في تقريبا سورة النساء انه يعني امال الايتام ده مرات بيكون في ناس هم قاصرين ابوهم توفى عنهم لكن عندهم اعمامهم قاعدين ايوه صحيح كيف المال ده يحفظ لهم لحد ما يكبروا اي فعلا المثل ده بيحصل بيه شنو قاعد يحصل من الاسل بتجينا زول متزوج ولاده كبر ما شاء الله شاب نفسه لسه شاب مش على الرسل ما ده صغيري جاء منه ولده صغار وتوفى يبقى في الحالة دي اللم الأولاني ماتت والولاد كبار المطلوب من الولاد الكبار من اللم الأولانية أبوه يتوفى متزوج مرة تاني عنده ولادات منها طوال يحصل التركة ويقوم يسيفه إذا كان أبوه ده على دين يسدده في وصية مشروعة حسب شروطه اللي ينفذ الوصية بعد ذاك يقوم يطلع حق أول حي يطلع حق مرة أبوه يعني تأتمونه بعد ذاك الباقي يقسموا شوفوا أولاد والولد الولد والبنت كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الولد كومين البنت كوم طيب الولاد القصر دينا يطلعون حقهم ويحفظوا ليهم يفتحوا لهم حساب في بنكي ينموا ليهم يستسهلوا ليهم بأي طريقة كان ويحتنوا بيهم لغاية الولد عمره يوصل 18 سنة يسلموا حسابه لكن يفصلوا له حقه برا هذه الطريقة الصحيحة أما إذا كان قاموا أبونا مش عرس المرة دي جمنا ولاد ولا ندي مرات أبونا حقه ولا ندي أخوانا صغار حقنا يقول الولاد كل يأخذ المال كل عاد يوم القيامة نطبق عليهم شنو الآية رقم 14 ومن يعصي الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين طيب معنا أول مكالمة من حسن إبراهيم حسن من الشمالية مرحبا يا حسن عليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا بك تفضل كيف الحال السلام على الشيخ وعليك السلام ورحمة عليك. الله وبركاته نحن عندنا الوالدة عندها أخوها واحد شقيقة الوالدة أخوها واحد واحد شقيق. شقيقة واحد أي. هي أكبر واحدة عند أبوها وهي الكبيرة وعندها أخوانا ثاني ولاد أبوها 3 وأخوات 2 عندها من أولاد أبوها 3 وبنات أبوها 2 أه؟ بنات أبوها 2 بنات أبوها أخواتها من أبوها يعني 2 يعني يعني عندها 5 آه خمسة من أبوها نعم أيوة كلهم الدون عندهم بيتين وكلهم الدون حقهم ما عدا هي طلعت ساي طلعت ساي هي
ايوه يعني القسم الحكايه دي منه؟ والله بعد وفاة ابوه، ابوه توفى كانت 81 وكان عندهم بيت في الصحافه وباعوه بعد 5 سنة وانتقلوا لمربع ثاني. وهي هي حيه على قيد الحياه يعني ولا؟ ايوه الان الوالده حيه. أيوة. على قيد الحياه. ربنا ان شاء الله طول عمرها. نعم طيب كذا انا بقص الحكايه دي خليك معانا واسمع. قال امهم عندها اخو واحد شقيق سامي وعندها هي كبيره طبعا وعندها من ابوها ثلاثة اولاد تقريبا من ابوها وعندها ثلاثة بنات او بنتين تقريبا بنتين وثلاثة اولاد هاي. قال قسموا الورثه المال حق الابو المال حق الابو هاي. المال حق الابو سامي وقسموا الورثه وهي ما ادوها حاجه طلعت ساكت كيف ما ادوها حاجه ما ادوها شيء قال اصلا ما اللي هي زوجه وكان في عصمه الابو اللي هي ما زوجه هي اخوان ديل ديل اخوان اخوان اولاد ابوها اي ولاد ابوها اي ما ادوها ما ادوها كان المفروض يدوها حقها هي الحق حق الابو ايوه وديل اخوانه اخوان مال حق الابو يقول الحاله دي نصيبه للذكر مثل حظ الانثيه ما هو كله من ابو واحد ما دام من ابو واحد والمال حق الابو كان امهم دي اخذهم دي دوا حق نصيب هيبقى في الحاله دي واسم طيب. حق حق اولاد الام دي يطلبوا بحقهم هي قاعده حيه يعني حي ما دام موجوده تطالب بحقها ما رفض ما يدوها ممكن ترفع قضيه للمحكمه انه والدنا كان مرحوم الله كان عنده قطعه ارض عنده بيت كده كده عنده بيوت اثنين قال ايوه كده واخواني باعوهم ادوني حقي طوال في الحاله وكلام ده له سنين طويله من سنه 81 تقريبا اذا كان البيت لسه موجود وموزع وديك باخذه في ايجار وساكنين فيه هو حق المحكمه تطلع له حقها تقيم البيت ده اليوم بكم وتطلع له حقها طوال ان شاء الله يكون يا حسن وضحت لك المساله وحقه تراجع المساله دي لانه ده في النهايه حق يعني ان شاء الله بالتي هي احسن هل في هناك في مشكله يعني يا حسن ولا الموضوع هو اصلا يعني نسوه الناس على كده والله احنا علاقتنا معاهم 100% 100% هو طلع اخوان كبير شقيقه برضه واحد حقه بالكامل بس ما عاد هي بس ايوه خلاص كده انتوا حقه تراجعوا زي ما قلت اخوانك ديل او اخوالك في الحقيقه هم اخوالك صح؟ نعم هاي راجعون ان شاء الله وربنا يجمع شملكم دائما على الخير الله مشاهدينا الكرام اشكرك حسن على السؤال المهم جدا وفي كثير طبعا اسئله مشابهه اليوم ان شاء الله يكون الاجابه كانت شافيه وكافيه لمثل هذه الاسئله المشابهه لهذا الموضوع سنعود اليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى ابقوا معنا بعد الفاصل اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الجديده من برنامج فتاوى في الجزء الثاني من هذه الحلقه حقيقه بدينا نتحدث عن موضوع الفرائض وتفاصيل وبعض الاسئله اللي وردتنا من اخونا حسن لكن احنا حقيقه الكلام المهم جدا يا شيخنا مساله الوصيه دي اغلب الناس ناسين المساله بتاعت كتابه الوصيه والتوصيه كانه تحسبون دارين يعيشوا في الدنيا دي يعني مئات السنين صحيح ودي المساله دي غفله اي غفله فعلا الوصية دي وردة في الشرع ان الرسول امر بها امر انه زول يوصي يكتب وصيته يكتب كتابة كمان وهي يحفظها والوصية معناته زول يوصي ولاده بتقوى الله بطاعة الله بصلة الرحم بالعمل الصالح بعدك يوصيهم انه يبين لهم ممتلكاته انا عندي دكان في الحتة الفلانية عندي اسهم في شركة في البنك الفلاني عندي اسهم كده يوصي بممتلكاته مديون فلان داير مني كده ومن وقت لاخر لو الدين سدد يكتب الدين سدد يعني يجدد الوصية طوال ويتوقع الموت في كل يوم انه راح يموت عشان ولاده يلقوا الوصية دي جاهزة واهم وصية يوصيها الابو ان يوصي ولاده بالاداء الميراث بالكامل حسب ما جاء في القران ما ينقص دول مستحق من نصيبه ما يزودوا من نصيبه ما يحرموا من نصيبه أي لا تزودوا لا تحرموا لا تنقصوا اي ويوصي ما تحرموا اولادكم ما تحرموا اي زول من نصيبه في الميراث تدوا حقه وما تاخروا الميراث ده مجرد ما قلبوا مجرد ما انا مت تحصل التركه تسددوا كان عليه دين مكتوب تسددوا اذا كان في وصيه مشروع الوصيه كمان لابد في وصيه حرام من الذنوب الكبائر الوصيه الحرام انه يوصي باكثر من التلت او يوصي بزياده زول من نصيبه او يوصي بنقصان زول من حقه يبقى اسمه الاضرار في الوصيه حرام من الذنوب الكبائر
يوصي ولا ما تحرم اخوانكم نصيب من الميراث، ما تكد يوصيهم بتنفذوا حكم الله في الميراث دي بكامل ما جاء في القران. اي يوصيهم كده. نعم. طيب برضو من الملاحظات المهمه جدا ذكرت لها بكلامك ده، في ناس عندهم حسابات في البنوك. ايوه. ولها سنين طويله جدا جدا. أيوة. وما بيكشفوها لاولادهم. ايوه. بيكون الحساب ده شغال في البنك وجاري باعتبار انه بقول لك انا ما بوري حسابي لاي زول ثاني وده سر بيني. أيوة. وتجارتي وكده كلام سر يعني كلام سر يعني. أيوة. لكن الملاحظ انه الشريك مرات الزول ده بيكون فجاه مات. صحيح. وخلى اموال كثيره جدا. أيوة. جدا في البنك. صح. دور المؤسسات يعني المفروض يكون في اتصال. أيوة. المال ده لو قاعد في البنك فتره طويله. أيوة. وما في زول حركه. أيوة. على الاقل المؤسسات دي تقوم تشتغل او تصل للزول ده حسب العنوان يعني. هي المطلوب يحسن كده. اذا كان صحيح زول عنده حساب في البنك وما اهله ما عارفين وهو مقاين كده. السؤال ده برجع له لانه معانا زول. أيوة. مستعجل في التلفون من نهر النيل. مرحبا. الو. الو السلام عليكم. محمد احمد مرحبا بك. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. أحييك وأحيي الشيخ وأشكركم شكر كثير على هذه الحلقة. الله يفتح عليك يا محمد، تفضل. الله يجزيك خير. نعم تفضل. عندي سؤال بسيط. إن نحن ورثة زي أربعة أولاد وبنتين. أربعة أولاد وها وبنتين ها. فطلعنا التوافيق كلها عشان نقسم الورثه، مشينا لاهل معانا وريث قلنا له يا اخي جيب توكيل عشان احنا نطلع الورثه دي بطريقه رسميه، يزور يستلم حقه شال البحث. الورثه ارض يعني اراضي كلها؟ اراضي زراعيه. ايوه. والمشكله وين طيب لقتكم؟ المشكله الزول ما تفهم معانا وليه رتع، احنا سنه ونص بنحنس فيه وماضي. الزول ده منو؟ اخوكم؟ نعم. ها؟ نعم. اخوكم ما داير يطلع الاوراق الخاصه بالورثه يعني؟ لا نعم. اللي هي المشكله شنو يعني؟ السبب شنو؟ ما اعرف السبب شنو. كويس يمكن. طيب. يرجع لي سؤال. طيب خلاص. يا رجل والاراضي لسه بتجيب محصول وبتجيب بحجمه وحقه ده قاعد عندنا ما عارفين نوديه وين. ايوه. طيب. اخوكم ما قاعد معاكم سوا يعني في البلد؟ في البلد. لا ما قاعد معانا. وانتوا الماسكين الزراعه دي وكده يعني وشغالين في الارض؟ لا نعم. طيب الشيخ عندك سؤال له؟ لا ما عندي سؤال، واضح يعني سؤاله ده واضح نشرح يعني. خلاص اسمع كلام الشيخ. بيحصل كثير انه يكون الولاد في الخرطوم عندهم ارض في الشماليه في الجزيره وحواشه بيزرعها الولد. في الحاله دي طبعا الحواشه دي بيطلع العيد بتاعها. المفروض العيد بتاعها انه ياخذ نصيب المزارع في نصيب الارض. طبعا لما يكون الارض حقتي وانت تزرع فيها نتفق انت تزرع انا عند ربع المحصول لانه الارض حقتي وانت تاخذ ثلاث ارباع او بالخمس او بكده اتفاق في الارض او بالايجار اجي لك الارض تديني ايجار سنوي ايجار شهري او بالعيد منها. العيد ده هو الزول اللي اخذ القاعد هناك ياخذ نصيبه. نصيب الورثه ده يوزعه بنفسه كل زول اذا كان حوله قروش كل زول يقول يا فلان فلاني موسم طلع الزراعه طلعت نصيبكم في الورثه كده قروش كده نرسلها يكون ارسل اليوم. زي ما ضربنا مثل في الشماليه اللي هو عنده تمر مات اللبو في ولاد في البلد هناك بيديروا شغل التمر ده بيقفزوه ويحصدوه ويلموه في ولاد مغتربين. التمر ده في الموسم بيقوموا يلموه يدفع حق القفاز وحق الطلب بتاع الحكومه. اللي بيفضل ده راس المال ده اللي هو ياخذ نصيب الولد ياخذ نصيبه والباقي ذاك يقوم يوزعه على اخوانه كل زول يطلع له نصيبه في الميراث. بعد ذاك يقوم يضرب من تلفون يا اختي طلع نصيبك من المرسة ابوك التمر شوالين ثلاثه نعم نصرف فيهم كيف نبيع اللي رسليه قروشين. قالت بيعون رسليه قروشين لا عفيت ليكم ادوها لوقتي اللي محموله عنده ولداء. ده لا بد ان احنا نعمل كده. ما نقوم نسكت نقول هم قاعدين يعملوا كده في الزراعه لكن مشكلتهم كلها قالوا انه طلبوا منه يجيب الاوراق بتاعته عشان يمشوا المحكمه. أي. ويقسموا الورثه دي بطريقه رسميه. رفض. هو متماطل يعني. متماطلته دي يعني يدخل في ظلم. الرسول عليه الصلاه والسلام قال مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم. يعني ما مطلت الزول المدين في سداد الدين ظلم. السداد الارض حق الورثه
يا ماطل ما داري يطلع على العرق، معناته قاعد ياخذ على المال كله مال الارض كله قاعد ياخذه هو ما داري يدخون حقهم لماطل. عشان كده في الحاله دي انتم يعني بالتي هي احسن، واذا رفض ممكن تاخذوا حقكم من المحكمه. المحكمه طوالي تقوم تشكل لجنه تغير تقدر الارض دي بكم، يقولون جيبوا زول يبيع، ولما يجي زول خلاص اتفقتوا على السعر تجيبوا زول بايع يورد القرش للمحكمة، بعدك تجيبوا لي اسامي الوراث، المحكمة يتد زول كل زول حقه في ايده وحقه يكون قاعد في المحكمة. هاي نعم. طيب ان شاء الله يكون وضحت. معنا ايضا رنا من شندي، مرحبا يا رنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله انا حابة اسأل الشيخ، انا عندي جدي الله يرحمه توفى، قبل ما يتوفى بحياته سجل للأولاد لأولاده الذكور. جدك جدك لأبوك ولا أمك أول حاجة يا رنا؟ نعم. جدك لأبوك ولا أمك؟ لأمي. أيوة. ما له عمل شنو؟ سجل بحياته سجل لأولاد الذكور دون يعني غير البنات. أيوة. سجل لهم جزء كبير من أرضه من الأرض غير عشرة. أيوة. وما ما أدى البنات. بعد ما يتوفى هون، بعد ما يتوفى بيبقوا وارثين معاه في الجزء المسجل برضه. يعني سجل لهم أراضي. أه؟ وما أدى البنات أي حاجة صح؟ ما أدى البنات أي حاجة، لكن الجزء ما سجل حاجة بسيطة، ما سجل دي جوا عارفين معاي فيها برضه. أيوة أيوة واضح. أيوة. ودي قاعد تحصل كثير جدا. أيوة هذا اللي أبو قام في حياته وزع المال للولاد، سجل لهم أراضي. أيوة سجل لهم الأراضي. أيوة. والبنات ما والبنات ما أداهم. أي ده ظلم. ولما يتوفى أيوة. الجزء اللي ما سجلوا ده هم برضو يشاركوا شنو؟ أيوة في الورثة. فعلا صح. ده الغلطة بتاعت اللبو. ولذلك عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدل بين أولادكم. وجمهور العلماء من السلف والخلف على من هذا الحديث على أن العدل بين الأولاد والبنات في الحياة واجب، وعدم العدل ظلم. اتقوا الله وأعدل بين أولادكم. واحد من ولاد الصحابة سجل لولده حاجة، منحه حاجة. الولد جفر حالي يوم وقال لي أمي أبوي سجل لي الحتة أشي الفلان. اللي قالت له طيب مدى أخوانك ليه؟ بعدك رجع لي أبو قال له أمي قالت كده. علمه ذاته خاف. ساق الولد مشى للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ولدي ده منحته الشي الفلان. أول سؤال وجهه ليه سؤال الرسول قال له كل ولادك، مع الحديث كل ولادك أديته زي الولد ده؟ قال لي لا. قال لي اتق الله وأعدل بين أولادكم. وفي رواية قال لا أشهد على جور، انت جبت زول عشان اشهد على العطيه دي، انا ما بشهد على ظلم. يبقى هنا ده اللي بد الله يرحمه، المفروض انه في حياته دار يدي يعدل بين ولاده. والعلماء قالوا تعدل بين الولد، اديت الولد 100 جنيه تدي البيت 100 جنيه. الصحابه قالوا من كثر ما بيعدل بين اولادهم قال حتى يعدل بيناته في الغبله، يقبل الولد غبلتين يقبل البيت غبلتين، وكده يساوي بيناته في العدالة في الونس في أي شيء عشان يشبوا الولاد والبنات متعاونين متواصلين. يبقى هسا هو حرم البنات وأدى الأولاد، هذا يتعاقب عن رب حسابه عند الله. بعدك الشيء الفاضل ده المفروض الأولاد يقولوا نحن أبونا الدانا ده عفينا ليكم عفينا نصيبنا ليكم، عندنا حق فيه ناخذ حقا، لكن ما دام ربنا ادانا ده الشيء الفاضل ده نديكم انت البنات تتقاسمون بيناتكم بالتساوي. ممكن. طيب ما ممكن يرجعوا الكلام ده بتاع ابوهم ده؟ اذا قدروا يرجعوا الارض كلها لابونا، يقول ابونا ده ما دام نحن نجي من الظلم، لانه هنا ده ادانا ما اداكن يكون ظلم، نحن عشان نبرر ابونا من الظلم الورق ده شيت شيت نقطع الارض كلها تدخل الورث، نوزع للذكر مثل حظ الانسيه. يقوى هنا وده حل؟ ده حل، ده احسن حل. وان شاء الله يكون يعني يا رنا خوالك ديل سمعوا الكلام ده وينتبهوا، لانه الحكايه دي معها في النهايه فانيه يعني، وزي ورثهم انت برضه حتنسوا يعني الدنيا فاني ساعه. أيوة. يعني الناس ما يتمسكوا بالحكايه دي كثير. أيوة. وفي النهايه هم برضه حيفوتوها لاولادهم. لا يعني. صح. يعني نحن نسال الله سلامه يعني الناس يعني تقوا الله في هذه المساله. طيب انا ارجع للكلام اللي قبل بتاع البنوك ده، قلت لك البنوك دي في ناس عندهم اموال طائله. أيوة. منسيه في البنوك. صحيح. وبالشغاله فيها. أيوة. واسهم وكده. أيوة. هل من حق البنوك دي يعني لو المال ده اخذ زمن طويل جدا جدا وما ظهر له زول او راجع وكده يتصلوا بالورثه؟ المطلوب تيا طوالي طبعا زول ما يفتح حساب في البنكي. البنكي ما بيطلع سر الحساب بتاع زول. لو زول مشيت اسالك فلان ده حسابه كم في البنك؟ لا، هو بيكلمه خالي حساب سري في البنكي. هو كمان لو ده كمان يوضح لاولاده انا عندي حساب في البنكي،
برقم الحساب كده. طبعا ما بقدر اصرفه ليه الا باذنه. عشان لو ما طوال يعرف ابون عنده حساب في البنك، عنده رصيد في البنك، الرصيد ده يطول الورثه يفهمهم كده. اذا ما فهمهم يبقى البنك يمكن ما يجيب خبر والحكايه ضاعت عليهم. وده قاعد يحصل بعد كذا من السنين، بعد اظن 15 سنه زول جماعه لا ورد لا سحب، المال يدخل في الخزينة الحكومة. يعني زول فاتح له حساب في بنكي. يعني معلى القانون ده كان في هنا، اذا ما جاب بعد 15 سنة لا ورد لا سحب، الحساب ده يضاف لخزينة الدولة لأنه أصبح ما عندي زول. لكن الزول يفتش يوصي ولاده عندي حساب كده كده كده. يعني ودي مهمة جدا. طيب قبل ذكرتني برضو يا شيخنا في الفاصل، قلت لي يا أخي في سؤال مهم جدا عن مسألة الابن بالتبني وكيف يرث. أيوة يعني. أي صبح الابن بالتبني ما يورث. لو ورثنا يقول برضو خالف نص القرآن، نتعرض للعقوبة في الآية رقم 14. والتبني طبعا نوعين. النوع الأول إن زول يجيب له ولد لقيط مجهول الأبوين يربيه باعتباره يتيم. ودار يأخذ ثواب اليتيم ويعلم الجيران والأهل كلهم الولد ده ملا من ظهري ولا من بطن زوجتي. ولد يتيم دارين نربيه، ناخذ ثواب اليتيم يربيه ويعلم الاخر، يوصل مرحله من هنا البلوغ يدي راس ماله في شيء طريقك في الحياه ولدي. اي لكن ما يورثه اداء الطريقه الصحيحه اللي هي تربيه اليتيم، وده يتيم فعلا اللي مجهول الابوين. الغلط وين؟ يقوم يضيف الولد ده، يضيف اللي بيحتمل طلع له شهاده التسنين انه من ظهره ومن بطن زوجته وياكل يشرب، بعدك يدخل الورثه. يبقى دخل زول ما من الوراث، دخل في الورثه. اي يبقى ده غلط جدا يعني. غلط خالص، حرام قطعا، ذنب كبير. ولو دخلوا في الميراث يكون يطبق عليه الوعيد الوارد في الايه رقم 14. الحاجه دي في القرى واضحه، يعني زول لو جاب زول او طفل لقيط او ما عنده ابوين او يتيم بيكون واضح. لكن في المدن الحكايه دي ما قاعده تكتشف، يعني لانه في المدن اغلب الناس يكون زول ساكن وما جارك وما تكون عارف. ما يبقى. يعني كثير من الناس بيجيبوا في المدن اولاد وهم يكونوا ما شاء الله عندهم بيوت وعندهم املاك كثيره، وبمرور الزمن الناس ما يكونوا عارفين التفاصيل. لا يعني. لازم يفصل، خاصه لو عنده، حتى ولو الزول اللي هو اللي ما عندهم جنى عندهم مال، لكن عندهم اهل، عندهم عصبه. على المال ده يمشي للعصبه بعدين. لما يجي الولد ده لو ولد وحيد ونسب لأمه، والزول ده عنده مليار جنيه وعنده اخوان ومات، الولد اخذ المال كله. لان الولد اذا ما عنده اخوان معاه، ما عنده اخوات معاه، ياخذ المال كله. يبقى حرم المستحقين واخذ المال كله. يعني حتى بالمحكمه ياخذ المال كله. ما دام منسوب له بيطلع له شهاده تسنين من ظهره ومن بطن زوجته. عشان كده التبني ده حرام قطعا، الزول يراعيه هذا يحرم ثوابه. يعني شوف الزول جاب الولد اللقيط ده ورباه باعتباره يتيم، والناس والجيران واعلم الاهل كلهم الولد ده يتيم لا من ظهري لا من بطن زوجتي، انا بربي ده الى الثواب. يوم القيامه يدخل الجنه مع النبي عليه الصلاه والسلام، من الرسول عليه الصلاه والسلام كافل اليتيم له او لغيره، انا وهو كهتين. اما اذا كان ضابه لنفسه باعتباره من ظهره من بطن زوجي، طلع له شهاده التسنين وبناه وبقى ولده وكده، وعبت مات اخذ المال كله، يبقى ينطبق عليه الوعيد في الآية 14. لان دخل زول في الميراث وما من الميراث، خالف شرع الله سبحان الله. طيب معنا ايضا من نهر النيل بشير العاقب. مرحبا يا بشير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا بشير. تحياتك وللفرق العامل. الله يفتح عليك. ونحيي الشيخ محمد احمد حسن. الله يبارك فيك. الله يعافيك. نعم. ثلاثة أسئلة، السؤال الأول عن فضل الاستغفار. والسؤال الثاني عن اسم الله العظمى. الاستغفار ماله يا هناي قلت؟ فضل. فضل الاستغفار، أيوه فضل الاستغفار يا بشير. والثاني؟ والسؤال الثالث والأخير. الثاني شنو؟ السؤال الثاني قال اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم. السؤال الثالث؟ الثالث يا بشير شنو؟ ما هي الاعمال الاعمال من عمل العبد يبنى له بيتا في الجنه. ماشي. الاعمال التي يقوم بها العبد وثوابه يبنى له بيت في الجنه. انت بشير فضل صح؟ شكرا جزيلا. وسالنا اسئله خارج طبعا محور الحلقه، لكن برضه تكلم عنها، قال فضل الاستغفار.
الاستغفار فضل عظيم. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والعبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخسر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ذو بكثر من الاستغفار. وجب عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى بمعنى هنيئا للزول يوم الغم لما يفتح كتاب أعماله يلقى فيه استغفار كثير. وحديث كثير في فضل الاستغفار واستغفار وطلب المغفرة من الله. استغفر الله استغفر الله معناته أطلب من الرب أن يغفر لي ذنبي. طيب سؤال ثاني نتكلم او بسال عن الاسم. نعم لا الاعظم طبعا ده لا اعلمه الا الله، لكن الرسول اشار عليه انه في بعض الاسماء هي من سمع الرسول عليه الصلاه والسلام رجل يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال قد سال الله باسمه الاعظم. وبرضه قالوا اسم الله لا عن أسماء بنت يزيد السكن رضي الله عنها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. يبقى اسم الله الأعظم ممكن تقول يا الله يا حي يا قيوم وتبتدي تدعو. يا سلام. طيب برضو بيسأل قال الأعمال التي يعني أجرها إذا عملها الإنسان بنى الله له بيتا في الجنة. أيوة يعني أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. رواه البخاري ومسلم. يعني معناه توضى أحسن الوضع صلى له 4 ركعات تطوع ربنا يبلغ قصر في الجنة. يا سلام. كلامك عن سؤال أسماء بنت السكن ذكرني كلام أنا لقيته قبل 2 3 أيام عن إنها برضو جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت تسأل سؤال على ما يبدو القصة كالآتي. إنه قالت له أنتوا معشر الرجال ربنا أداكم ميزكم يعني بتحضروا الجنائز وتمشوا الجهاد وكده، ما بالنا نحن النساء يعني معنى الكلام إنه نحن بنقعد في البيوت وبنحرس الأولاد وبنربون ليكم ونخدمكم يعني ما نصيبنا مثلا حتى صلاة الجماعة يعني نحن نصيبنا شنو؟ أظن الرسول صلى الله عليه وسلم رد لها قال إنه تبعوا الحسن تبعوا المرأة في بيتها يعدل كل ذلك. أيوة. هل الكلام ده صحيح يعني؟ لا حتى من برا ليه، لكن نزلت الآية الله وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات وإلى آخر الآيات. يعني دي صفات في الآخر إن ربنا يدخلهم للجنة. يعني القرآن خاطب الأكثر الخطاب موجه للرجال، لكن إيش للرجال والنساء؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يشمل الرجال والنساء. يعني المرأة هي تخدم في بيتها في بيتها إذا راحت بيتها وخدمت زوجها وكسبت رضا زوجها كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة ماتت وزوجها راضي عنها إلا دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة. رضا الزوج مهم. نعم سبحان الله. يعني الحكاية دي هي متداخلة مع بعضها البعض وفي النهاية المسألة يعني العشير والعشرة ذات ما هينا يا شيخنا من الرجال والنساء. طيب نحن في آخر حديثنا في هذه الحلقة عن موضوع الميراث، ما معنى الكلالة؟ كيف هو السؤال ده؟ أيوة. مهم جدا ويحتاج لوقت لكن نحاول على الأقل. صحيح. الكلالة نوعين. مثلا زول أخ والدم وعنده أخوان من أبوه، الأخ والدم لهم دمات وعنده حق. أول حاجة أخوانه من اللم إذا واحد يأخذ السدس، وإذا كان 2 3 يأخذ التلت، إذا 5 يأخذ التلت، يتقاسم بيناتهم متساوي بقدر الولد. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يبقى الأخ والدلم لما يموت
واخوانه مهما كتروا نصيبهم التلت، تقاسم بالتساوي بتقدر الولد. اكان واحد اخذ السدس، اكان اثنين اخذ التلت، اكان خمسه اخذ التلت، الباقي يمشي وين؟ للعصبه اللي هو من جهه اللب. دي نوع من الكلاله اللي هو والدلوم. اما الكلاله في اخر سوره النساء قال تعالى: واستبتونك قل الله يفتيكم في الكلاله نمرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن له ولد، فان كانت سنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبقى اخو اخت ماتت، عند اخ عند واحده ماتت، عند اخ واحد اخذ المال كله. هي ماتت نصيب النص اذا ما عندها أخوان. اما اذا كان اكثر من بنتين اخذن التلتين. اي اذا كان نسو اولاد وبنات كل زول للذكر مثل حظ الانثيين. نعم جزاك الله خير شيخنا. ديل الاخوان الاشقاء، ولكن الكلاله الاولانيه ذكرناهم ديل الاخوان من اللوم، ديل الاخوان الاشقاء. نعم جزاك الله الف خير شيخنا الجليل دكتور محمد احمد حسن على اجاباتك المستنيره دائما لمشاهدينا الكرام، على امل ان نلتقي بكم في حلقه اخرى من هذا البرنامج الاسبوع القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.